الخطوات جيدة، الخطوات إيجابية، الخطوات ممتازة جدا. انسحاب التيار الصدري من المطعم التركي خطوة جيدة بالاتجاه الصح، وتسليمه أيضا إلى الجهات الرسمية الأمنية في العراق أيضا خطوة إيجابية أكثر. ربما أوصل كما تحدث في السيد الصدر رسالة إلى الفصائل الأخرى التي قسم منها تدعي المقاومة، وقسم منها تنتمي إلى الحشد الشعبي، وقسم منها تنتمي إلى جهات أخرى، أن تسلم، أن تخطو نفس الخطوة وتسلم كل المقرات الموجودة إلى الجهات الرسمية. نحن بلد واحد، نحن شعب واحد، ونتمنى أن يكون لنا جيش واحد يحمينا من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. لا نريد أن يعني حقيقة تكون في بلادنا فصائل يعني مسلحة وميليشيات مسلحة تحمل السلاح خارج إطار الدولة، وقسم منها تنتمي إلى أجندات أجنبية أخرى لا نعرف حقيقة محتواها. نعم الرسائل كانت جيدة، الرسائل كانت واضحة من قبل السيد الصدر، نتمنى أن يعني تؤخذ على محمل الجد من قبل الفصائل التي تدعي المقاومة الأخرى ويخطون نفس الخطوات. وحقيقة نريد أن يعني تضاف إلى هذه الخطوة خطوات أخرى، وهي تسليم الأسلحة إلى الجيش وتسليم المقرات إلى الجهات الرسمية العراقية، ويدعمون جيش عراقي واحد فقط للدفاع عن العراقيين جميعاً.